مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي أقوم بالليل والأسحار ساجيات، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع نادي. بنور وجهك إني عائذ واجل، ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي. تحلو مرارة عيش في رضا، تحلو مرارة عيش في رضا، في رضا. تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك ومن سواك، ومن سواك يرى قلبي ويسمعه. كل الخلائق ظل في يد الصمد، أدعوك يا ربي، أدعوك يا أدعوك يا رب. فاغفر زلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي. وانظر لحالي، وانظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله؟ مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.
مساء الخير عليكم ورمضان كريم على كل مشاهدينا. طبعا كلنا عارفين ان رمضان ليه اجواء مختلفة وطقوس مختلفة وروحانيات عالية جدا، عشان كده قررنا النهاردة نستضيف مجموعة من الشباب اللي هيمتعونا بأصواتهم. وحابة ارحب الاول بالمنشد عبد الحليم، ازيك؟ وبرحب بالمنشد احمد علي، وبرحب بالمنشد محمد يحيى. قولوا لي بقى، عايزه كل واحد فيكم يقول لي يعني ايه طقوسه اللي متعود يعملها في رمضان، وخصوصا ان رمضان ده مختلف عن قبل كده بسبب الظروف اللي احنا فيها الايام دي. كل واحد بقى كده، مثلا نبتدي بمحمد، ايه الطقوس اللي انت متعود تعملها في رمضان بالنسبه لك يعني؟ والله هي طبعا طقوس رمضان السنه دي مختلفه جدا عن رمضان اللي فات واي رمضان قبل كده. اكيد يعني طبعا دايما احنا بنفطر، وطبعا بقى بنجهز نفسنا، ناكل جلابية، نطلع على المسجد اللي هنصلي أكيد. فيه التراويح طبعا. حاليا احنا بنفطر، وانا عن نفسي بكسل، بفضل قاعد في البيت لحد لما العشاء تأذن، وبعدين اصلي، وبعدين اصلي التراويح بالجماعة طبعا في البيت، وبعد كده بطلع بقى امشي. طبعا مفيش روحانيات، مش شايفها يعني زي حظر قبل كده. والدنيا مقفولة، مفيش بقى أمسيات دينية ولا روحانيات. بس اكيد يعني في البيت بتعوض مثلا ولا ايه؟ مش هيبقى زي المسجد. احنا بنعمل في البيت، وانا بفضل انشد في البيت واغني اغاني بس اكيد مش زي المسجد واقرا قران طبعا، غير المساجد خالص. احنا في المساجد بنعمل امسيات دينيه كتير، وبنشتغل يعني الحمد لله كويس. ان شاء الله. طبعا رمضان ده مختلف تماما. احنا اصلا قبل رمضان بنبدا نشتغل، بنعمل بقى ابتهالات واناشيد، وبنقعد مع بعضينا المنشدين والمبتهلين، وقراء القران برضو بنعمل مع نفسنا كده، مثلا حفلات امسيات. بس انت ما شاء الله صوتك قوي جدا بصراحه. ربنا يخليك، الله يحفظك. فطبعا رمضان ده مختلف يعني. بعد التراويح بقى بنطلع نشوف هنعمل بقى، بنقعد مع اصحابنا، بعد كده بنرجع. طبعا مفيش نوم، الواحد ملوش نفس ينام اصلا لحد السحور، وبعد كده بننام بقى، وهكذا يعني. اليوم ان شاء الله احنا يعني بنحاول نعديه في البيت على قد ما نقدر يعني. ايوه ان شاء الله نخرج من الايام دي ان على شاء خير. الله باذن الله ربنا هيرفع البلاء عننا باذن الله، والدنيا هتفك تاني، وان شاء الله قبل ما رمضان يخلص باذن الله ان شاء الله يا رب. وانت بقى يا عبد الحليم؟ والله انا يعني انا رايي ان احنا ما يعني روحانيات رمضان حاسس زي ما هي، ما حسيتش ان في تغيير خالص. ده ليه بقى؟ لان احنا الوقت الدوله طبعا مشكوره، احنا اجواء رمضان في حياتنا، ان كان يعني وزاره الثقافه مش حرمانه، كل يوم الحفلات بتتعمل. أيوة. واخرها طبعا حفله الانشاد الديني اللي قام بها مصطفى عاطف والفنان محمد صلوح. فاحنا قاعدين في البيت ومستمتعين، ما احناش محرومين من حاجه. الحاجة التانية، احنا كنا في أيام رمضان بنروح المساجد وبنصلي وبنطلع نتفسح وبنروح هنا بقى التراويح دوت، أنا حاسس إن مش محرومين منه، وإحنا في البيت قاعدين يعني أجمل ما في الحظر زي ما الناس دايما بتقول، إن جمعنا وخلينا نقعد في البيت مع بعضنا وقربنا بعض أكتر. طبعا احنا كنا الأول ده مشغول في شغله، ده بيروح هنا، الوقت بقينا مع بعض في البيت، بنشوف بعض، قربنا من بعض، الأب فهم ابنه، المشاكل اللي فيه ايه، بقينا بنفطر مع بعض، بنقعد مع بعض. كان الأول يعني بقول دايما مساوئ الموبايل دوت، إن هو ايه، كل واحد في وادي تاني غير التاني. أيوه. لا، احنا الوقت بقينا قاعدين مع بعض، قربنا من بعض أكتر، واحنا بنشكر طبعا الدولة. واللي عاوز أقوله إن احنا يا جماعة، احنا الحظر يعني مش معناه ان احنا بقى ايه، لا، الدوله طبعا مشكوره ان هي عملت حظر وتحاول تحافظ علينا قدر الامكان طبعا. لكن احنا ممكن نعيش الاجواء دي في البيت، نعيشها بالطرق السليمه. أيوة. اللي ما تاذيناش وما تخليش يعني تخلي الايه المرض نحد منه بقدر الامكان. مظبوط. فاحنا عايشين، ربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا ويتقبل منا صيامنا، ونطلع من رمضان ده ان شاء الله كده ايه سلمين من هذا الموضوع. والله حلوة ان انت نوهت عن موضوع التقرب الاسري ده، لانه موضوع مهم جدا طبعا. طبعا. وانت بقى يا احمد قول لي ايه؟ لا، مختلف عن كل سنة. كل سنة اكيد مختلف. مختلف اكيد. يعني الروحانيات هي زي كل رمضان بس اقل السنة دي. يعني كنا متعودين دايما صلاة التراويح دي صوت المساجد بيبقى حاجة في قمة الروعة. تمام. السنة دي مفتقدين ده شوية. كمان انا متربي في بلد يعني
السنبلاوين لو حد يعرفها يعني بلد اكيد تمام طبعا معروفه هي مكان اهالي بقى وحارات وكده ف متربيين بقى لان الولاد بيلعبوا بعد صلاه العشاء دايما الولاد الصغيرين وكده فتربينا في اجواء جميله مرتبطه برمضان بس يعني مش طول السنه بس السنه دي يعني الحمد لله في السراء والضراء بس ربنا في بلاء على الدوله السنه دي يعني ان شاء الله ازمه وهتعدي بتمنى من الناس يكون في وعي في المساله دي وان احنا نلتزم بيوتنا اكيد طبعا ربنا يعدي على خير يا رب يعني. يا رب ماشي طب ايه رايكم بقى تسمعونا المس كفاح على طول كده بصوت كل حلوه دي يلا المس كفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المس كفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء أشكي لمين وأجدي وحالي الله الله وأقول لمين النبي غالي الله الله أشكي لمين وأجدي وحالي الله الله وأقول لمين النبي غالي الله الله إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المس كفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء أشكي لمين وأجدي وحالي الله الله وأقول لمين النبي غالي الله الله أشكي لمين وأجدي وحالي الله الله وأقول لمين النبي غالي الله الله إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المس كفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء يا صاحب القبة الخضراء الله الله أهل علينا بالنظرة الله الله يا صاحب القبة الخضراء أهل علينا بالنظرة الله هز الهلال يا أبا الزهراء لكل محب منى المس كفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المس كفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء إن جمال ده بجد والله أصوات رائعة جدا بجد يخليك ومقامات مختلفة كمان طبعا عايزة بقى كل واحد فيكم يحكي لي مثلا هو بدأ إزاي بقى في الموضوع ده او تجربته اكتشف نفسه ازاي يعني نبدا من محمد معلش بقى تحبك يا محمد اتفضل والله الموضوع بادئ من بدري من الابتدائي مش الانشاد الصوت نفسه الصوت عامه تمام يعني انا فاكر وانا صغير خالص كنت بروح اصلي التراويح برضو
ورا الشيخ ابو زيد رزق. تمام. ده استاذ ومعلم يعني وشرف ليا كبير يعني. تمام. كان صوته جميل ولحد دلوقتي صوته جميل برضه، فكنت بروح اسمع منه وما استناش لما تروح تخلص. أيوة. انا بطلع على طول اروح لجماعه في البيت اقلد الشيخ ابو زيد. ايوه على طول. ف ما رحت المعهد بدا المدرسين بقى يكتشفوا. انت في معهد ايه؟ انا درست في معهد ابتدائي البكرشه. ايوه تمام. في مركز التالي الكبير اسماعيليه. تمام. وبعد كده رحت اعدادي وثانوي معهد واحد في القرون الجديده. تمام. برضه التالي الكبير اسماعيليه. فالمهم في الابتدائي بدات اطلع اذاعه المدرسه ومسابقات بقى وكده. قران كنت لسه ما الانشاد ده ما اعرفوش اصلا. لما رحت الاعدادي كانوا بيعملوا حفلات. ايوه. فالاول انا طلعت في الاذاعه برضو قران زي ما انا. بعد كده سمعت مهرزين كتير. ايوه. بيعملوا حفلات بقى في الثانوي عندنا وكده يعني في الاعدادي والثانوي. في النشاطات المدرسيه يعني بدات. تمام. النشاطات المدرسيه طبعا بيجوا كده في اخر السنه بيعملوا حفله. ليا زميل اسمه عمر الدويك كان منظم الحفله برضو. فقال لي انت هتنشد فيها وكده. كانت اول مره انشد بصراحه يعني في حفله وكده وقدام جمهور. تمام. انشدت انتر الله فجرا. تمام. وبعد كده السنه اللي بعدها زميل ليا اسمه خالد فتحي برضو هو اللي كان منظم الحفله. تمام. وقال لي برضو انت هتنشد فيها وكده. هو غلس عليا شويه في الاول بس ايه مش مشكله يعني. وبعد كده زميلي برضو اسمه محمود علي. ده برضو كان عامل حفله برضو في المعهد. هي حفله في نفس المعهد بس التنظيم بيبقى مختلف. تمام. كل واحد بينظم حفله زي المخرج الجميل اللي معانا في الحلقه. بدات بقى ان انا اتجه للانشاد اكتر يعني. انا الناس تقول لي ده بتنشد لماهر زين كويس. أيوه. دخلت شويه في ماهر زين وبعد كده نزلت كاميرون. فحفظت كاميرون وقلتها قدام ناس كتير. يعني مش اول مره تغني يعني اتغنيت قدام ناس كتير قبل كده. وبعد كده اداره الاوقاف بقى عندنا اكتشفوني. وبعد كده اخذوني معاهم امسيات ابتهالات بقى وكده. كنت بقول ناصر الدين طبار. فطلعت كده كنت بقول دقيقتين ثلاثه. لحد ما الموضوع اتطور معايا بقى بدات اساسي معاهم واديني شهاده رسميه. أيوه. في الاوقاف وطلعت معاهم امسيات كتير. بعد كده بقى الموضوع اتطور يعني معتمد معايا. رحت مدرسه الانشاد الديني طبعا نقابه الانشاد الشيخ محمود التهامي. طبعا ده بيت الانشاد. ايوه يعني تمام الشيخ صحيح. محمود التهامي ده بيت الانشاد بصراحه. صحيح. يعني بيحتضن الانشاد ويحتويه بطريقه جميله يعني وبيدي دفعه للمنشد اللي قدامه حتى لو المنشد اللي قدامه قليل هو بيدي له دفعه ان هو كبير. لا انت كبير طبعا. احنا بنشكره على الهوا لان هو طبعاً معروف طبعا. طبعا محمود التهامي الشيخ طبعاً. محمود التهامي يعني استاذنا. لحد هنا بقى خلاص كده انا لحد الان في نقابه الانشاد. تمام حلو قوي. لسه بقى ما طورش الامر لاكتر من كده. لا حلو قوي والله. وانت الصوت خامه حلوه بجد فعلا. يحفظك. وصلت لمرحله قويه فعلا. تمام. وانت يا عبد الحليم بقى قول لي بدات ازاي او اكتشفت الموضوع ده ازاي يعني. انا اصلا انا خريج هندسه والوقت بحضر. أيوة. في تمهيد ماجستير في جامعه المنصوره ما شاء الله. انا اصلا من صغري وانا حافظ القران الكريم وامام وخطيب في وزاره الاوقاف. فمن صغري اصلا وانا سميع بحب اسمع قديم بحب اسمع يعني. اول ما بدات اسمع بدات في المرشحات القديمه الشيخ طه الفاشني الشيخ علي محمود ام كلثوم كل بقى الحاجات القديمه ديت اتشدت لها اكتر يعني وده اللي ادانا شويه صوت يعني. ايوه. فبعد ما اتممت الحمد لله حفظ القران بدات والدتي تقول لي انت صوتك كويس في القران انشد. كان ايامها بقى احبابنا واصحابنا زي مصطفى عاطف واسامه الشافعي ولؤي والشباب كلهم كانوا لسه بادئين في المجال. فبدات انا في ايه في يعني ايه حضور لهم حفلات انت صوتك كويس يا ابني ما تنشد او اشتغل معانا في مجال الانشاد. تمام. مع تشجيع والدتي ان انت صوتك كويس وتعلم ومش عارف ايه. فبدات من يومها بقى. وطبعا اول حاجه انا حبيت انشد على علم يعني ما حبيتش انشد لان الصوت الكويس عامل يعني زي حته الذهب. أيوة. لازم تتشكل عشان تبقى
طبعا خدتها سنه كامله، كل يوم كل اسبوع يوم سبت اروح اسافر القاهره في معهد الموسيقى العربيه مع محمد الحناوي صديقي، باخد كورس ومقامات صوتيه وعزف على. شكلك اصلا مجتهد قوي. ربنا يخليك. لا انا حبيت يعني ما حبيتش صوت كويس كده وخلاص، لا حبيت اكون فاهم انا بعمل ايه. او كمان يعني هندسه وكل المجال. والله كنت يعني بعمل حاجات كلها في وقت واحد يعني، كنت بحفظ قران وبراجع، كنت يعني بصلي بالناس وبراجع، كان عندي محاضرات في الجامعه الرساله داخل عليها، بروح كل اسبوع القاهره عشان ادرس مقامات واتعلم موسيقى، ابقى فاهم بقول منين وبعمل ايه، عندي حفله يوم كذا. تمام. كله في وقت واحد. ولذلك انا بنصح الشباب بقول لهم انت في سن الوقت اعمل كل حاجه. صح. ما تقولش انا كل ده هعمله، لا اعمل انت في سنك الصغير دلوقتي، اجتهد واتعب، تعبك دلوقتي انت هتلاقيه بعدين، لما تكبر بعد كام سنه هتلاقي نفسك حصلت حاجات كتير، اتعلمت حاجات كتير واستفدت حاجات كتير. فانا زي ما بقول لحضرتك انا بدات حبيت اتعلم وافهم الاول الموسيقى، وافهم المقامات ازاي، والدنيا الواحد بيغني ازاي، وحضرنا الحمد لله ورحنا حفلات كتير خاصه وحفلات في الجامعه. تمام. عندنا وطلعنا في لقاءات تلفزيونيه، والدتي شرفتنا كم مره برضو في لقاء، وماشيين في المجال الحمد لله كهوايه. اكيد هي ورا دعمك طبعا. لا والدتي لو قعدت عمره كله مش هقدر اوفيها جزء، لان هي كفايه بس ان انت يعني تشجيعها ليا ده هو اللي خلاني الوقت موجود. اكيد طبعا، ربنا يخليها لك. الله يخليك. شكرا. وانت بقى يا احمد قول لي. بدات برضه بدات المدرسه برضه يعني من ابتدائي. كنا بنتلم بقى في الفسحه وفي الحاجات دي. أيوة. ونفضل نغني بقى مع بعض. بنغني انا والشباب مع بعض كده. فيما بعد مدرس سمع صوتي وقال لي حاول تخليه في القران وكده، بدات اقرا. أيوة. قران في الاذاعه وكده، والدنيا مشيت يعني الحمد لله. بعد فتره سمع صوتي الشيخ محمود علي حسن وفضيله الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أيوة. وبداوا بقى يدوني نصايح وامشي ازاي في موضوع الانشاد الديني وكده. درست في معهد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي تحت ايد الدكتور طه عبد الوهاب مدرس المقامات. طب. يعني ابتديت بقى امشي في الطريق ده وحبيته يعني، لما دخلت فيه حبيته. انا كنت قبل كده بغني اصلا. بس مع الوقت حبيت موضوع الانشاد الديني ده، قلبي بدا يرتاح فيه يعني، بقيت بلاقي نفسي وانا في موضوع مدح النبي ده. أيوه. تمام. طب يعني انت بدايتك يعني كانت في المدرسه الاول؟ من المدرسه. انت اصلا استاذ في الانشاد يا احمد. الله يخليك. استاذ والله. الله يخليك حبيبي. طب ايه يا احمد لو سمعنا منك قمر مثلا؟ تمام تمام. سمعنا بقى وقرب المايك بقى. تمام تمام. واجمل منك لم ترى قط عيني، واطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله. وعطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا، قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجه
ولا ظل له بل كان نورا. الله الله. تنال الشمس منه والبدور. الله الله. ولا ظل له بل كان نورا. الله الله. تنال الشمس منه والبدور. الله الله. ولم يكن الهدى لولا ظهورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه. قمر 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 سيدنا النبي قمر. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. الأصوات الجميلة دي والله الشباب مشرفة بجد والله. شكرا ربنا يخليك. مشرفين بجد والله. ربنا يخليك. شكرا. سمعونا بقى كلكم جماعة كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يلا 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 صلاة السلام. ممكن تقربوا المايك من بعض كده حط في النص. يلا يعني كل واحد تمام مشروع يلا حبيبي يلا قرب المايك بقى من بعض. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أغلى وداد خذوني عند الحبيب دعوني. يا أغلى وداد خذوني عند الحبيب دعوني. سيبوني ولا تردوني من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب. ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب. أن يصفح دون عتابي ويصفح دون عتابي. أداد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومدحت بطيبة طه الله. ودعوت بطه الله. ومدحت بطيبة طه. ودعوت بطه الله. أن يحشرني أواه بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بوجد لا يدريه إلا من يسكن فيه. بوجد لا يدريه إلا من يسكن فيه. أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشكركم جدا بجد والله خاماتكم فظيعة بجد.
فانا بقى عايز اعرف من كل واحد فيكم ايه خطته المستقبليه. خلينا نبتدي يا محمد. اكيد محمد. يعني خطتك المستقبليه في الموضوع ده او في المشوار ده، يعني قدام ناوي تعمل ايه كده؟ ان شاء الله انا حلمي اكون منشد الشرق. ان شاء الله يا رب. انت والله صوتك حلو جدا. طب يعني انت مخطط لده تمشي ازاي مثلا؟ هو انا في الاول، في اول حاجه ان انا مش حابب اطلع بمسابقات. ايوه يعني مش حابب ان انا اكون محمد يحيى بمسابقات، لا تمام. لان المسابقات ديت واحد بيكون صوته حلو تمام ومدفون او ظاهر يعني مقرب يعني، بس غالبا بيكون مدفون يعني تمام. فبيطلع المسابقه وبيظهر مره واحده، انا مش عايز اظهر مره واحده، عايز اتعب. عايز ان انت تمشي المشوار واحده واحده. اه محمد يحيى محمد يحيى بنفسه مش بمسابقه. تمام. محمد يحيى طلع مش بمسابقه تمام يعني. طبعا ده ما بيقلش طبعا من اساتذتنا اكيد طبعا اللي طلع المسابقات، طبعا المنشد محمد طارق والمنشد محمود هلال، طبعا دول على دماغنا من فوق وهم يعني جامدين من صغرهم، انا بسمعهم على طول يعني. محمود هلال من قبل ما يكون منشد الشارقه وانا بسمعه. تمام. ومحمد طارق برضو. تمام. يعني كلهم اساتذتنا. فالخطه المستقبليه ان انا ابني نفسي بنفسي. ايوه تمشي مشوار واحده واحده. اه من غير مسابقات. مع ان سنك صغير. اه. يعني طبعا كل بادئ بدري يعني. اه طبعا. توفيق من ربنا طبعا سبحانه وتعالى الاول. واهم حاجه تكون النيه خالصه لله. اكيد طبعا. طبعا في حاجات تانية كده مش عايزين نتكلم فيها طبعا. لا قول عادي. عادي قول احنا فضفاضه يعني. لا لا خلاص انا جاي اخلص. ماشي خلاص. انت يا عبد الحليم ناوي بقى يعني قدام تعمل ايه وخطواتك ايه مثلا؟ والله احنا بنحاول نطور في مجال الانشاد يعني. احنا دايما بقول احنا مجال الانشاد يا جماعه مش مقتصر بس على مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن بمعلومه، ممكن بصفه، ممكن بحاجه افيد الناس بيها او اعلم الناس بيها. أيوة. صفه من صفات امهات المؤمنين، حاجه كان النبي بيعملها، حاجه كان الصحابه بيعملها، وادخلها في كلام حتى لو مش لازم يكون قصايد او يكون باللغه العربيه، حتى لو بالعامية. القصد ان انا بوصل فن هادف. ايوه مدح في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بها. حلو قوي. بوصل معلومه للشباب في دوت اللي دايما اللي خلى واحد زي مصطفى عاطف مثلا على مثلا محفوظ الالقاب. يعني مصطفى. لا مصطفى ما شاء الله يعني دايما بيحاول يجدد في المجال بقدر الامكان، لان هو دايما كان له رؤيه ان يا جماعه الانشاد مظلوم، الانشاد جمهوره قليل. أيوة. فاللي احنا اللي انا ان شاء الله بامله ان احنا الفتره الجايه نحاول نجتهد في المجال شويه ونحاول نجدد فيه، نجدد في الكلام، نجدد في الطريقه، نجدد في التوزيع، نجدد في العرض. هو ربنا يتقبل. اهم حاجه في الموضوع الاخلاص، ان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنقدم اشرف فن وافضل فن، كفايه ان هو بيمدح في سيدنا النبي، ما فيش اشرف ولا اعظم ولا اكرم من كده. اكيد طبعا. وحلو قوي ان الشباب تتجه الاتجاه ده. آه. يعني يسيبوا حاجات يعني ثانيه. آه. يسيبوا بصمه للناس. آه. ربنا بس يتقبل يا رب ويرزقنا الاخلاص. نفسك ما اشتقتش تغني اي حاجه ثانيه؟ انا انا عندي حاجات كتير. طب ممكن اقول اي حاجه انت عايزها؟ حاضر. تمام. هنقول حاجه كده صغيره عشان نطولش للشيخ عبد الرحيم دويدار. تمام. ده من الناس حبايبنا من مبتدئ الاذاعه والتلفزيون. حلوة. اسمها مشتاقين النبي. هندخل صلاه النبي. يا مشتاقين للنبي والحج بيت الله، يا بختكم بالنبي واللي انسعد يا هنا، يا مشتاقين للنبي والحج بيت الله، يا بختكم بالنبي واللي انسعد يا هنا، عينه الشفاعة وفي يوم الحساب الآه، عينه الشفاعة وفي يوم الحساب الآه، يا رب ما ينحرم منها حبيب مشتاق، الكعبة لما
بدت للعين وشفتوها كان ايه فرحكم بها لما دخلتوها ده الكعبة لما بدت للعين وشفتوها كان ايه فرحكم بها لما وصلتوها مكتوبة للي نوعد والله وزرتوها مكتوبة للي نوعد والله ونلتوها يا رب ما ينحرم منها حبيب مشتاق يا رب ما ينحرم منها حبيب مشتاق الله يا عبد الحميد والله بجد نموذج مشرف بصوت حلو جدا بجد وانت بقى يا احمد شكلك هادي كده فانا عايز اعرف ايه خطتك المستقبليه بقى وخططك اكيد في حاجه قويه والله كده انا يعني هو مبين ان هو هادي يعني هو مبين بيضحك على الناس مش كلام شكلك شاي بقى هي بتقول في حماده وانت بتقول في حماده تاني طيب ايه بقى يا احمد خطتك بتمنى في يوم من الايام تبقى اي انشوده ليا او اي حاجه بقدمها شايله هدف او فيها رساله سواء ثقافيه او اجتماعيه او دينيه يعني ما بقدمش حاجه تتسمع النهارده وبكره ملهاش لازمه مثلا انا عايز فني يفضل عايش لو بعد 100 سنه تفضل حاجه عايشه كل ما حد يسمعها يستفاد بيها هو انا كنت سامع ان انت بتغني تراب الاول قبل الانشاد كنت بغني كنت ايه القصه بقى كنت بغني و يعني طلعت عملت حفلات وكده ليا الشاعره ساره صلاح بنت خالي قدمتني في كذا حفله وكده وكنت بغني فجأة يعني قلبي مال الإنشاد الديني شوية يعني ربنا يهداك يعني الغناء والإنشاد وكل واحد يعني أيوة. أهم حاجة بس الهدف يعني أيوة. ده الحاجة لها رسالة والحاجة بالمال هو ارتاح لي بقى أكتر نعم هو ارتاح للإنشاد أكتر يعني قلبك مال لحاجة يعني إن شاء الله يعني ربنا يوفقني في ده وأقدر أمشي في الطريق زي ما أنا رسمه يعني بإذن الله إن شاء الله والله ربنا يوفقكم يا رب وأصلا دلوقتي بقى يحولوا الأغاني يعني معظم للأنشودة مثلا أو كده حد فيكم بقى يسمعنا حاجة؟ في كتير قول بقى يا صلاة الزين سمعنا يا محمد إيه رأيك يا أيها النبي مثلا؟ يا أيها النبي والكوكب يلا يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل الرمال يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا من يراني
كوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي وصل دوما على نبينا وصل دوما على نبينا طه المبجل به الجمال يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي الله الله بجد متعتنا بصوتك جدا والله. عبد الحليم تقدر تقول لنا اغنيه مثلا تحولت نشيد او كده سمعت ان انت تحولت لنشيد؟ اه انشوده انشوده لاي مطرب يعني مدحت صالح هو اللي احنا بنقوله دول عشان بس يكون معلومه بالناس زي ما احنا بننشد لازم نوصل برضك معلومه ده اسمه ايه؟ ده اسمه غناء اسمه انشاد في فرق بين الانشاد وبين الايه وبين الامتهال تمام. الانشاد دوت مسحوب بآله موسيقيه يعني ممكن لو عملنا تراك الوقت على دف او على اي اله ده بتسمى اغنيه وذكر كان بيقول ايه انا الغناء تمام. هو ده كله غناء تمام. كان غناء ديني في مدح النبي كان غناء عاطفي كان غناء اجتماعي بيوصل معلومه فده كله ايه غناء تمام. الابتهال بقى اللي انا هقوله الوقت ده اللي هو الواحد بيتفرد او المبتهل او الموشح او المنشد بيتفرد بصوته بدون ان هو يكون ملتزم بلحن او بآلة مثلا زي نقول مثلا ايه قسما بنور المصطفى لم يخلق الرحمن مثل صفاتي المسك والكافور من عرق النبي والورد والياسمين من وجنات قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاتي المسك والكافور من عرق النبي والورد والياسمين من وجناتي ندر علي إذا وصلت مقامه ده ندر علي إذا وصلت مقامه لأمرغ الخدين وأكل عين زوري وتمتعي هذا رسول الله هذا رسول الله هذا رسول الله يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين
العدنان عارفينه اعظم انسان هدى العالم طه 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 العدنان عارفينه اعظم انسان هدى العالم لنور الايمان نشر دينه في كل مكان شرق ومغرب وبلاد الصين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين ليلة حلوة ومحليها رب القدرة مبارك فيها ليلة ليلة حلوة ومحليها رب القدرة مبارك فيها المولى دعانا وجيناكم نمدح طه فوجدناكم أحباب للزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين. ما شاء الله والله بجد الصوت روعة كلكم والله. اختم لنا بقى يا أحمد حاجة بصوتك كده وبشكركم جدا جدا على ان شرفتونا وبشكر مشاهدينا وبتمنى تكون استمتعتوا وعشتوا معنا اجواء رمضان. يلا وهنختم بقى باغنيه احمد. يلا الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله طه حبيب سيدو ومراده ومريده طه حبيب سيده ومراده ومريده وليلات بيزيده رفع ومدد في الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله طه اللي في المعنى حب مجمعنا طه اللي في المعنى حب مجمعنا ياللي انتو هنا معنا حيوا رسول الله